هو كحلم جميل يداعب مخيلة الخليجيين. كأسهم ومسابقتهم الأغلى التي باتت تقليدا ينتظره الكل على أحر من الجمر. كأس تعود للظهور مرة كل سنتين لتشغل الوسط الكروي في المنطقة وتستحوذ على الاهتمام بالكامل بل وتتعداه لتنشيط وتيرة الحركة في مجالات مختلفة. أنا أتابع كأس الخليج من مدة طويلة وتحس أن يعني كل مرة الدول الخليج والعرب والشباب كلهم يتحمسون على هالبطولة وتحس أن يعني هالبطولة أكبر من بس كرة قدم، إن في حماس وفي تعاون وكل الشباب يعني يستانسون في هالفترة. بطولة كأس الخليج حدث بننتظره كل سنتين بفارغ الصبر، وإن شاء الله الإمارات السنة بتتوج بالكأس. والله بطولة كأس الخليج بنستناها كل سنتين عشان نحضرها، يعني هي بطولة عاملة بطولة كبيرة برضو زي بطولة كأس العالم مثلا، بس يعني هي على من نواحي الشرق الأوسط وكذا يعني. فإن شاء الله يعني المنتخب لنا شجاع بإذن الله الإمارات، وأتمنى أنهم يكسبوا البطولة دي السنة دي وربنا يوفقهم. ورغم أن كأس الخليج لا تدخل في حسابات وأجندات الفيفا الدولية إلا أنها ساهمت بتطوير كرة القدم في المنطقة الخليجية، وتصل درجة أهميتها وقيمتها عند المنظومة الكروية في المنطقة إلى حدود تبدو مبالغة فيها أحياناً، حيث أن مكانتها وحلم الفوز بها يضاهي حلم التتويج بالألقاب الدولية الكبرى. كأس الخليج هي كأس يعني تقريباً جماهير الكرة تنتظرها، خصوصاً الخليجية يعني بالذات، يعني وكأنه هي فد عرس بالنسبة لهم. كأس الخليج أنا أتصور مهم جدا للجماهير، مهم جدا للإعلام بنفس الوقت، مهم جدا حتى القادة الموجودين بالمنطقة، بالتالي الكل يصاحبون هذا مع الإعلام. عرس على وشك إعطاء صفرة الانطلاق وسط تأهب من الكل للفوز به، وهو بعيدا عن الرياضة موعد لالتقاء ولم الشمل بين دول منطقة الخليج.